تغنيت بالوردي وقلت في الحب لاعبني الهوى مرات. نعم. وكتبت الأشعار درت مناحة ودخلت وسط الضرور وانتهيت وفي محبة الوالدين صبت الراحة. شنو قصة هذه؟ هذه قصيدة الوالدين كان أول من طرح هو موضوع في مهرجان دولة الأطرش في بنغلاديش. ولكن ما توجدش القصيدة. فيمكن بعدها بمدة مثلا مش 15 يوم 20 يوم جاء نفس الموضوع في الحامة وتوجت القصيدة بالجائزة الأولى. القصيدة تقول في الحب داعبني الهوى مرات وكتبت فيه الأشعار درت منحها ودخلت وسط برور ومتاهات وفي محبة الوالدين صدت الراحة. في الحب جبت برور ومسافات وضيعت من عمري القصير سنين وندمت والحقد الندم مرات والصغر نساني الباب منين وراجعت برشا أمور وحسابات. نلقى المحبة في طاعة الوالدين وللوالدة تنوجهت حيات نلقى التحية ما توفي الدين أيام حملها في المرض والرعات وفرحت نهار انباسها وصباحة وبعثت أخواتي بشروا الجارات ونظرة الوجه بسمة الوضاحة وبالحب تعبني الهوى مرات. ممتاز سيد محمد، مدامنا في الوجدانيات تبقى في تقديري مرثية زوجتك عليها رحمة الله من أروع ما أنتجت واللي تعكس حقيقة صدق العاطفة والوفاء النادر قصيدة شوك شوك، هو عنوان مجموعتك الشعرية اللي باش نحكوا عليها فيما بعد. القصيدة مناجاة لقبر الزوجة الله يرحمها بعد 12 سنة من وفاتها، كيف ومتى ولدت هذه القصيدة؟ هي القصيدة طبعا كنا جانا موضوع في مهرجان السواسي اللي كتب فيه زميلي القاسم لاشي السواسي بحير الإحساسي وكتبت فيها ليلى هضبة بالشعر الهومي، إلا أن الموضوع هذا ما يكفيش شرطوا علينا لابد من قصيد اختياري وشرط يكون رثاء. مشروط يكون رثاء. فأنا انسقت مباشرة للموضوع هذا لأن عندي نحكي فيه وكتبت فيه قصيدة شوك شوك يا قلبي الحياة بالشوك ويا قبر باسم الشوك تنهجيك والشكل يا قبر في الشموك ما دام عز الروح ساكن فيك. واخترت كما العادة الحروف الأولى من اسمي في كل مطلع، نقول ما نقولش كل مطلع ما في كل حرف. أنا أبدأ من ميم يقول من شوك شوك يصابر ومغلوب وشوك في كنين صبر مزاد ويا قبر ساعد من رقد مكبوب مخطوف ما واخذ على الفراق راح المشي قلبه قعد من خوب وبالشوق خلى صاحبه نغراق والقلب ينزف ودموع شبوب والقلب ينزف داخله حراق نازل نزل ونزل تاف الصوب قطع قطع القلب منه علاج جارف جرف مر الحياة مجلوب جارب جذب موجة للطم غراق ولا تقول يا لحد الحياة مكتوب ولا تنزلي بكثر الحديث عليك وريتني وجه الحياة مغلوب وذوبت شوقي ذاب بين يديك وشوق شوق يا قلبي. بعد خصوصنا حلوتها بعد 12 سنه اشفكرك من بعد ثاني شحول، هذا وقت القبر يرد يقول اشفكرك من بعد ثاني شحول نسيت الغلا وزيارتي والود شوف ربط معاه وبعد محلول. معناها من خلال القصائد اذا ينتبه القارئ لقصائد محمد مبروك يلقى ثم تاريخ صحيح، يعني لو ان يبحث بعد 12 سنه من موت زوجته من كتب الموضوع هذا يعني يقدر يرجع من التاريخ يحدد الواقعة الكتابة وقتاش. هما كيف طلبوا منكم الموضوع مثال لقيتها لقيت طبعا لقيت الموضوع ممهد به. الزوجة الله يرحمها قلت فيها مرثية أخرى تدريك زول مباركة وقتاش هي؟ هذه تنجم تقول في الانقطاع الأول يعني كتبت أنا في اللي كنت نكتب في السبعينات وفي 79 أنهيت الكتابة وكانت آخر قصيدة تدريك زول مباركة شباني ولي عكليني ظهرني وهباني. وكانت قصيدة أخرى ما نحبوش نقولوا عليها فهمت تقول خليه يقول توحش زول الخندودة ونحسب للمرواح جيت لقيت الدنيا سودة وعيني يطلع مرواح. كنت نأدي في واجب العسكري في الوقت هذاك وقت توفى كنت متشوق للمرواح لكن جاني الخبر ما جانيش. تدريك زول مباركة ونقول تدريك هاد تبيعة وفي القلب خلاني مرض وجيعة ولو كان بالبيعان لا من بيعة ولو كان بالكرطوش راهو هباني ومرشت وتليعت عاد تربيعة اللي لاطني ناوي على قتليني
اللي لاطني قاتلني ولا براتني لا غوش ساطر مني وملزوم من بعد الافراد مغني وملزوم نذكر من وراه خلاني المكتوب فرق ما بغيش مني وخطفانها خطفان ضو عياني خطفانها دورسني تقيدت والتخمام زاد حبسني ولا حد جاني لا قريب ربصني ولا طبيب داوى عندي ومحاني والوقت من بعدك مذبل غصني وذبلت عيوني والعقب لساني ذبلت عيوني وذلت على زول من راحت مشت ما ولت ولا خلفت من بعدها لا خلت لا دار عنها بذول لهم تاني بعث وخبر الموت جاني مسلط فيه قالت لي تخلطش على دفناني تخلطش باش تدفني وتخلطش يا محمد علي تهني ومشيت ما خليت ما شاغلني على شبحكم الموت راه قساني وحتى تجيب الكبرة توصلني لنشوف لك تشوف لي ذهاني لنجيك لتوصلي ولا نعبك في يوم باش نولي ومكتوب نادى التروب تيبك بلي وكل ومكتوب نادى التروب تيبك بلي واللي انكتب لازم تراه عياني وبطل من التخمام يشاغلني ولازم الموت يجيك كما جاني قلتلها عارف الموت تجيني وعارف المنية حق باش تهتيني وينبار كان مسامحك سامحيني ولقيت من بعدك حبيب هناني وعايش على الاوهام خليتيني ومن مكتوب هكا نعيش طول زماني مكتوب هكا مقدر لا سبت نطلع لا قدرت نحضر والهم في قلبي تقاوى وجتر وعاشر عمايا ما بغي خطاني ولابت علي الناس قالوا كثروا ما يعلموا بالعلم من فوقاني هكاي قالوا فيا وهكاي ينبقى حكوا عليا وهكاي قاعد ما خبرت دنيا وكل الثنايا ضيقة بعياني الوقتاش يا ربي حكمت عليا ووقتاش تبرى عيلتي ومحاني وقتاش تزهى ايامي وقتاش تتبدل علي حلامي وقتاش نتصرح ونطق كلامي ننسى مآسي همها عياني وهذه حقيقة باين لي قدامي وكل من تراه العين راهو فاني وتدريك زول مباركة هباني ليع كنيني وضربني وهباني قرع قصر غيلان في 16/12/79 ممتاز باهي الله يرحمه سي محمد في عام 92 اقتحم عليك شعراء الجمهورية عقر دارك انت ضم المهرجان الوطني للشعر الشعبي بالفوار نعم رحبت بالشعراء على طريقتك الخاصة قصيدة ترحيبية ماذا قلت لهم؟ وقت جوني يقول لي حضر قصيدة ترحيبية وحضرتها ثم تعسف وعليه تعسف شديد ما خلونيش نقدمها ولكن زملائي بارك الله بهم اصروا على باش نقدمها في الاختتام فنقول فيها نحيي ابطال القافيه وفرض الفوار ومدينه الحرار بلاد الرمله الصافيه تبغي الاشعار نحيي ابطال القافيه قريب عم بعيد الجونة فيها العيد اليوم بلادي حافله في ثوب جديد تستاهل تمجيد واللي قاصد واللي قال قصايده يعاود ويزيد يكرر باستمرار وكل قصيدة هادفة تجيب المفيد تبقى في المنظار نحيي ابطال القافية نحيي ابطال القافية بكلهم بتمام قد ما قالوا كلام وقد ما خطوا خطوطهم جروا الاقلام ويقولوا بنظام وقد الزفرة الطالعة وقت التخمام كيف يكتب الاشعار وقد النظرة الخاطفة في وجههم محرام وقت ان كنا صغار نحيي ابطال القافية نحيي ابطال القافية والاخوة الحاضرين القاعد والوقفين الجو اليوم العيدنا وهم فرحين ان شاء الله المخطر زين نزيد نسوق تحيتي الكل السمعين اللي ثلوا الاوعار يحب ثقافه عامه وتراث متين يشجع باستمرار نحيي ابطال القافيه نحيي الناس الباهيه وجمله الضياف وزيد شرطه التصاف اليوم حفله في بلادنا علمها اطراف وفيها عقول الضاف كتبت حروف قصيدتي وفيها مصراف ننظم فيه الاشعار الشعر نحب كتيبته ومنا ما نخاف وهو رفيق المشوار باهي سي محمد ممتاز في هذا المهرجان وفوق ارضك وامام جمهورك تعرضت كلمه ضيقه ومظلمه حزت في نفسك نعم ما هي؟ هو في الواقع في ذلك الوقت كان محمود مبروك في القائمه السوداء عند التجمعيين وكانت تتابعني تهمة أنني من الديمقراطيين الاشتراكيين وضد الحزب فوقع فهمتني ولا حصار على محمود مبروك في هذاي وعديت القصيدة هذه ثم عقبت فيما بعد بقصيد نقول مهما الزمان يدور ومهما عشقت بالسيوف أجنابي لا ننحمد لنثور ويسر كفتني لم تيب أحبابي يعني على الشعراء
مهما تقول كلامه ومهما قرفته في الخفاء والجحدة ومهما قتلته حمام في الليل وسط قفاصها بالجحدة السفاح ما يتلام يجي يوم بالمكشوف يبقى وعدة نيرتكم في منام تتجرحوا كيسان فيها الصهدة ووجوهكم تظلام كلمتكم مرجعش ليا جوابي يا طرحت الظلام يا حافرين حفرت تحت جوابي لا يوم باش نطيع ولا يجيبني ضرب الخفا والردة ومهما السد منيع ضربة بحرنا حتى بالهدة وبالعوب وتراوي عملت وعمل فيه الجبين تنزدى أني حاطكم للبيع البيعان ما نقبلش فيها الردة أنا اليوم عندي ربيع عمل طال رسم القافية أنا تغدى ومليت من الترقيع من لعب على الحافين ضاع صوابي نبغي الخبر يشيع ولا يرفع التدريج قبل تغابي لا يجيب لي ترهيب لا نخاف لا نرضخ ولا نتواطى ولا نرغباش العيب ولا نخدمو خدمات قصد شماتة وبقلامنا تعقيب كل حد يتفادى الشيء الفاتة انتم رضيتوا العيب وماكم فزحتوا في الاولى عياطة وقلتوا محمد جيم تمجيد عرس بلادنا وعاداتنا رجعتوا ورجوع الذيب ورجوع من رجع على جرتا وغابي طلبتوا النار نهيب ونرشعنا ترجع على المتصابي ومهما الزمان يدور ومهما عجبتوا بالسيوب قلتها في الاخر لا ما قلتهاش قلتها جرت تعقيب منعت من المشاركة فور. من ذلك الوقت حملت حقيبتي واتجهت الى المهرجانات في جميع ربوع الولايه. نشوف السيد محمد توا الاغنيه الشعبيه. نعم. كتبت الشعر الغنائي والقصيده الشهيره لفي لفي. نعم. الاغنيه اللي غناها عبد اللطيف الغزي. نعم. اشتهرت في وسائل الاعلام. اثرت في بعض جدل واسع. كيف كانت ولاده هذه الاغنيه؟ متى وكيف كان اللقاء الاول مع الطرف الغزي؟ ماذا تقول كلمه الاغنيه؟ طبعا اللقاء الاول كان هو في 94 هذه لحظه فاز جائزه الجمهوريه واللي كنت في ربما للتاريخ اثرت فيها شاعر من اكبر فحول الشعراء في تونس كنت اثرت انا في القيروان في 94 شكون؟ جابر لطيف كانت بدايه من تمك؟ اي كانت بدايه من تمك ما كانش معروف لا ما كانش معروف واستضافني للدار واعطيته موازين الشعر وفهمته كيفاش خديم معطيات وانطلقت من ذلك. وانا عندك فضل عليه. عندي فضل عليه هو مش كان هو برشا مجموعه كبيره وهم الخير عيساوي وغيرها برشا اثرتهم. باهي. فبحصولي على الجائزه الاولى لفت انتباه المطرب عبد اللطيف الغصي وشد فيا الصحيح قال لي كان تكتب لي اغنيه. قلت له توني نكتب لك اغنيه ونبعثها اما تو لا تو ما عنديش حاجه حاضره. وطبعا فهمت نتشرف خدمتي اللي كنت نخدم بالليل. ووقت نطلع على السقاره تشيخ لي نبدا نون. فجتني الخاطر هذه نتاع لفي 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 قال انت هي العرافه لالا ها وكفي وبديت نون بها. كيف جت العرافه؟ شنو حكايه العرافه؟ ما نعرفش انا عندما وقت نجي نقوم بعمل وبمفرد حتى ولو انا في الغابه مثلا نحش ولا نعمل حاجه المهم نكون وحدي. نبدا نون تخرج حاجات جات العرفه قدك اي تخرج حاجات ما كنتش عاملها قدام البرنامج هذا كتبت القصيده هذه وبعثتها له وهو عطاها شكون لحنها ونالت نجاح كبير وكذا غاروا منها ثم جماعه غاروا منها ويظل لي اللي كان في قفله سير شو اسمه الشعر العرفه هاي شو اسمه صلاح الدين صلاح الدين مثلول صلاح الدين مثلول اعطيتها كلمات الاغنيه انت شنو تقول؟ يقول لفي 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 قالت هي العرافة لله وكفي لفي صحاري ومدينة زي ما عادش تتذكر فهمتني ولا انا مش فاهم اما نطالع في سي صلاح الدين ما فهمتش قال لا قالوا لا جانا فنان ولا طلعنا حظة ولا برجة هذا الطفل على الميدان وبني بالعرافة مرجة لو كانك شاعر فنان قول لنا اش معناها لفي قال قلت لهم بذل سبحان تو نغرب لها ونصفي واعطاها باش يغناها المطرب شعبي فرديت عليه قلت له انت محامي التجازه ولا تلفي تعرف معناها الابيض من الاسود يتوازى انت محامي التجازه ولا تعرف معناها لفي الابيض من الاسود يتوازى ما عندك فيها ما تصفي وتهافت زملاء الشعراء قالوا رجعوا عليه قلت لهم اذا كان مش موجود رجعوا عليه اما تو باش نرجع عليه نتذكر بيت نقول له مثلوثي ونسك فرسان حبش نحب نمسك انا ما نحبش نسك الفارس على عيني وعلى راسي صار طايح في لوزان وداخل ميداني عفاسي اللفعة ما تحيي الثعبان والشمعة في الريحة تطفي وكيف انت صفك نسوان انا يا رجال ما نصفي هو شرح القصيدة المعارضة شرحها في الصحف نشرحها وانت رد ما شرحتهاش رد عليه اي نشرحتها نشرحتها
على ذكر سي محمد الاغنيه اشتهرت وفوسك عليهم كانت اغنيه الموسم عطري كانت اغنيه الموسم هذا ضمنت حقوقك فيها عقدت حقوقك مثلا ماذا شريت منها ماديا؟ والله ماهيش حاجه كبيره ماهيش حاجه كبيره اما اعطاك اعترف بحقوقك اعترف بحقوقي وكتب باسمي على الكاسيات كلمه الشعر محمد مبروك وبقت الزماله هي راس المال ما بيننا للتو هو حتى الشريط نتاعها سماه لفي لفي اي شريط لفي لفي هو سماها رد نفي نفي الاخر مصلح الدين المطلوفي نعم نفي نفي باهي عندك قصائد اخرى غير هي يا سي محمد والله عندي قصائد غنائيه ما جيتش من معناها عندي حبيت نعطي اغنيه ثوريه هي تتغنى بمجموعه اطفال على فلسطين يقول حدثني يا بابا على اطفال فلسطين صدوا الدبابه بحجر وسكين وكان فيها ايقاع وحبيت نعطيها للفرقه من الفرق الملتزمه لكن ما سهلش ربي وكان عندي عده اغاني اخرين فهمتني ماشي فوق الجزيره تابع طير البجاع نظره نظره خطيره فجاه موجه فجاع وتبعت المروك خلتني ومشيت زرعت الثريه شوك لفتت بالبيت وعندي برشا صحيح من الاخر سي محمد عندك ولاء وشغف خاص بالتراث واهتمام خاص بالتراث المحلي للفوار بدأت بتأسيس فرقة خيمة الموقف نعم هذه فرقة خيمة الموقف وقتاش ولماذا وشكون المؤسسين معك؟ والله خيمة الموقف هي على ذكر خيمة الموقف كان جلسي في إذاعة تطوين كانت مجموعة تنشط في نقولوا احنا في الانتاج السينمائي ولا الانتاج الوثائقي. يجي واحد منهم فهمتني ولا الفوار حبي اصلا هو حب كان استدعى فهمتني ولا لا لا سي علي بساسي الله يرحمه كان في الجيش وخبير في الجره حب يعمل برنامج يحكي على الجره وما ذلك من الجره وكذا وقت اللي يجي للفوار قال لي ما لا نثري العمل بتاعي فطلب كيفاش الموقف في الفوار خرجتني وقتها كنت عامل في دار الثقافة ومهزيت بكرهبتي ومشيت استعنت بواحد ولا اثنين جمعنا مجموعة من الفتيات وعمرها مرة كبيرة وجينا أدينا عملية النخيخ في النزل وكان عمي زميلي الجاسم وبعد ما كملنا البرنامج مدير دار الثقافة قال لي علاش سي محمد هذوما ما تلمهمش البنيات والمراه هذوما ونعمل تعمل بيهم تنشط بيهم تعمل فأسسنا فرقة الموقف بالفوار ثم وقعت التجاذبات العرشية هذا ما نقولوش موجود فيه وكانوا العناصر اللي نخدم بيهم فهمتني لا من بشتي وغريب فجمعتنا الله يسامحهم في غريب قالوا شنو هي الحكايه هذه تو سي محمد مبروك عمل الفرقه هذه وهي بالعناصر وكل من احنا هو مجرد كونه يدخل في تقاسيم فهمتني ولا وتنشيط وفكاهه وقصايد وكذا وقت نتكلم بالناس علاش ما ندخلوش احنا هو هذا حتى احنا يدوه عندنا شرايع وعندنا واحد وكذا وكان لهم ما ارادوا وقت اللي خذوه مجموعه من البنات كذا رجعت اني بعد عملت مجموعة أخرى اللي هي سميتها الموقف وإحياء التراث. التراث إيه. وخدمت بها ما شاء الله والحمد لله وكان العمل طبعا كما تعرف أنت هذا الإخراج ورسم البرنامج مش كيف كيف وكانوا يتضايقوا في وين ما يجوا الفرقة هذيك اللي خليتها لهم أول سؤال يسألوه أين محله؟ تعرفوش محمد مبروك قول لهم الفوار قول الفوار قول الفوار تعرفوا محمد مبروك ولا نعم في الواقع فهمتني ولا تنازلوا شوي ولو الاسم معروف وكذا و... هل ترى نادي معناها كخيمه كفرقه غنادي انت شديت المدير والرئيس اما معك اخرين شكون مثلا اللي عاونوك اللي شجعوك سواء الفرقه الاولى او الفرقه الثانيه شكون ساهم معك في التاسيس؟ عملتش هيئه عملتش مجموعه؟ لا وحدكم؟ لا تماشى الفرقه الثانيه شكون المؤسس؟ شكون ساعدك؟ كيف كيف؟ لا. كيف كيف؟ انت وحدك؟ كيف كيف؟ انا وحدي سمعنيش مقطع من اغاني الموقف الفرقه الاولى والفرقه الثانيه حتى مقطع مقطع شعري مقطع من اغانيهم من نشاطهم من اغانيهم هم اهم حاجه يركزوا عليها هي الفقره التاليه اللي نقولوا احنا نتاع الرداسي ونقولوا الرداسي لكن هي في الواقع تتغنى بجميع القصائد اللي موجوده في المسدس فهمتني
وكان عندنا نذكره بالخير الله يرحم الشاعر الكبير صالح بن عبيد كتب فيها ياسر وكان يغني بالعرس ياسر بالمسدس هذا. اي مثلا كان جي اللي ناخذ قصيده من قصائد المسدس نطوعها للشيء هذا يقول قبل علي ما هو شعادي الحياة زمرادي حضيح الشينا وقداش وادي عجبت فيها هنا ولد عبادي غاز وغادي طبوا علي رمى بيها نادية لعيونها يا صدو الصهادي والزين بادي وغطيثها يبط الناس ضرباتي هكذا على القاعدة على النخل من النخل ممتاز ممتاز سبحان الله كذلك أسست معك مع مجموعة من الأصدقاء مهرجان التراث والبيئة الصبرية وقتاش مهرجان التراث الصبرية ولماذا علاش المهرجان؟ هو في سنة 2002 كنت خرجت المجموعة هذه نتاع شوك أيوة وكنت نقوم بعملية الترويج من جملة عملية الترويج مشيت إلى دار الشباب في بلدي وجدت فيها سي محمد بن يوسف هو عصام الصبرية يسكن في الرماد هو مدير دار الشباب وقت فتح عمله موضوع وشجعني وخذ مني مجموعة من الكتب وقال لي شني نشاطاتك وشني مشروعاتك قلت له راني حبيت ندخل في الاستعراضات بتاع المهرجانات وفي مهرجان الفوار بالذات حبيت نعمل تنويع وخروج من الروتين القديم إلى الاستعراضات او الى العمل المسرحي المجسم شعريا على الساحه على ساحه مفتوحه ولكن انا بعد ما اعطوني الموافقه قالوا لا قال لي علاش قالوا لا قلت لهم بصراحه نقول لك بصراحه ما هو احنا كما حكينا الصبريه وغريب لما اقترحت اني فهمتني ولا ملحمه بوزوفا قالوا غريب احنا ايش دخلنا فيها بوزوفا هذه تابعة للصبريه والمهرجان مشترك وكان فهمتني ولا حفيده مدير المهرجان ورغم هذا يتنازع قال بطلنا منه قال لي وحنا نعملوا فيها في الفوار ليش؟ هات نعملها في الصبريه عندي نشاط في دار الشباب الصبريه نعملها في الصبريه وعاوني بارك الله فيه وعملنا ملحمه مزوفه اللي هي حدث ضجه كبيره الناس كله فيها حتى اللي يبكي نهار الاستعراض اللي هي الناس الاقرباء نتاعها وفي كذا كذا فكانت التظاهره الشبابيه اللي توجدت في 2002 في ذلك الوقت أسست لمهرجان التراث والبيئة يعني 2003 انطلق مهرجان التراث والبيئة وأعدنا يعني ملحمة بوزوفا ثم فهمتني ولا ملحمة أخرى اللي هي صبرة تحكي على تاريخ الصبرية وقدومهم من ثم فهمتني ولا صرخة شهيد وعدة أعمال مغامرة كانت مغامرة كبيرة بتحمسها في الأول كانت مغامرة لأن ما كانتش موجودة في ما نخليني ما نبعدش ونقول فين الزاوية في ولاية بلدي ما كانتش موجودة المغامرة هذه باش تفتح أنت فهمتني ولا تعمل مشهد على الساحة ناس متحركة وأشعار وتعمل قصة ما كانتش موجودة لا ما كانتش موجودة بالكل ونتحدى أي واحد يقول توجدت هي أنا نحب نرجع مهرجان مهرجان معك مجموعة شكون المؤسسين ولا عملت هي ولا عملتوش والله هي المؤسسين كما حكيت لك السي محمد يوسف هذا مدير دار الشباب آنذاك ومدير المهرجان وتعرفت من الجهه اي وعاوننا سي محمد يوسف كونه جاب لنا ناس اطروا من قبلي مثلا زي الممثل او السي المرموي وعبد الله العذري منشط واخرج الفقرات هذوم وكتبت له النص وشاركته حتى في الاخراج ما نقولش شاركته اعطيته فكره في الربان فكره جسدها وما كنتش بعد هيئه من الصبريه هيئه من نحن محليه اي تواصلت الهيئات شكون معك مثلا شكون اطارات شباب تمشي هنا لما سيظل سي عمار اي سي عمار العاتي فهمت شد لدورات اي فهمت شد لدورات باهي باهي نرجع الى الشعر قلت القصيده الغزليه الغزل في الشباب والغزل في الكبر وفي هذا النوع من الغزل قلت ما زلت ام الغثيث الحمالي وقتاش قلت القصيده وشاركت بها وسمعنا منها مقطع ما زلت ام الغثيث الحمالي عندها قصه باهي كنا في مهرجان سيدي مخلوف في مدني وكانوا مجموعة من الفتيات مباشرة أمام المنصة وبعثت لي واحدة منهم وراقة احنا نلقوا في القصايد كتبت لي فيها غزل إلا أنني أنا في كي رجعت في المرة الثانية تجاهلت أنا ما حبيش نمشي معها عملت إشارة بيدها وقت رجعت ما جبتش قصيدة غزل عملت هيك إشارة بيدها
في التدخل الثاني كتبت المقدمة. بعد ما ألقوا أصحابي ثلاثة أو أربعة قدامي كانت المقدمة جاهزة. نقولها قريت سر في عيونك وما فسرته. تحت القوافي سترته ولاش الغزل الحارم عليك هجرته، وكأنها هي تخاطب فيها تبنيت شخصيتها هي. ولاش الغزل حارم عليك هجرته. قلت باب الغزل تعدى. قصتنا بلاوي الدهر لها مدة في رجوعنا صعبت علينا الردة. وباب زهنا من صغرتي سكرته. عيونك عكوا على شيء فيه تحدى وش فكرت في شيء ما تفكرته. قالت يا شعري سيرني. نحب السهر بالشعر وتسهرني. أني نعرفك بالعين كي تأمرني وأنت كلام العين لاش حقرته. شعرك نكد ومرة تأمرني وتعب السهر من ردتي طيرته. قلت لها صبرك عليك صبرك علي شوية تو تسمعي من غير ألف بلية. ويبقى يحبحب معنا نحبك ونحبك ونحبك ويبقى يحبحب طول السهرية بكلام طال العقل ما تصورته. يوصف بنات الناس كابرة غية مليو حبة حصلة في فرطة. قالت ما قبلت لون عتابك وبالظن ظني الكبر هو لصابك. خلي السهرة وشعرها لأصحابك ما دام سهر الليل ما سايرته. وكانت عدى العمر فات حسابك يزيك فيها العمر ما صورته. فقلت ما زلت يوم الغثيث الحنالي كيما الواد مالي يقصد منهدم ونخلص سوالي. قلت ما زلت يوم الغثيث المربط ننخذ نزبط نجيب المسدس نصاصط نجبد. للغير نعطي غصاير نكبد يزوز النزالي وما زاد ياسر الليل بصفصالي. وما زلت يوم الغثيث الحمالي ما زلت يوم الاخدود النقيه ندل الثنيه من انواع نلعب بميه. وقداش قبلك جلبنا هديه في عز الليالي وما زاد جبح العسل ينهدالي. وما زلت يوم الغثيث الحمالي ما زلت يوم الغثيث المدور نفل ما زلت يوم الغثيث المنضر نفلح نبدر. وما زال زرعي نباته يجدر. وما زلت بين المحافل نهدر وهذا حالي. وما زال زيتي يشدق جبالي. وما زلت يوم الغثيث يا سي محمد زميلك الشاعر بس عطيف قالها بعد سنوات هذه قالها عرضها توا هذه هذه كانت القصيده الاختياري في 94 في المهرجان الوطني. قصيده المشاركه ثم قصيده اختياري كان القصيده الاختياري ما زلت في 2002 كتب 2002 اي في 2002 انا نقول ما زلت يوم الغثيث الحمالي وهم يقولوا على الله يوم الغثيث الحمالي معناها نقلدوا عليها الا انني لحظه عقدت عليها ببيت بيت تحدي فيه كلمات عطشه اللي نجم يواصل عليها اعطيتها ترخيص باش يهز القصيده كامله ونقول له ما زلت صوتي يزبرز وما زلت نبرز ويا ما على الصم كسرت تبرز ويا معند يقول ناوي يتعبرز شمالك ومالي على القافية هات وادخل بدالي وما زلت يوم الغثيث تهزل تهزل